سلام لكل الشعب العراقي. أخوكم أبو جوجو حبيبي العراقيين. يومية يطلع الفيلم قبل القاعدة، قاعدة خلص داعش جاء، هسه داعش خلص وين شكو؟ هذا انفجارات الجامع، هذا انفجارات كنيسة ديرات المسيح المسلمين، صار مشاكل. هذا يوم الجمعة 26 بالشهر الرابع، نحن خايف روح الجامع صلاة ما يوم الجمعة. نحن الكرد المسلمين حقيقيين والله الكريم. السلام التحياتي كل الشعب العراقي للبصرة للزاخو. نحن ما ترك الصلاة، صلاة نحن المسلمين ولا نحن ما ترك الصلاة، بس شنو هسه خايف أن نحن نروح الجامع بس بالصلاة. هسه هذا السريلانكا صار مشاكل، إيرلندا صار مشاكل، يعني هذا انفجارات ديرات، هذا كليسات، وإذا نحن الصلاة بالشط بالشول، شوف بالشول. نحن خايف نروح الجامع، هسه صار دنيا مشاكل.